أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، من المعلوم يا صاحب الفضيلة أن هوى الإنسان مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أن يهوى الإنسان النظر إلى النساء والنظر إلى المحرم، فكيف نوفق بين هذا وهذا الحديث؟ نعم، هذا يكون مخالفة، والمخالفة درجات، فإذا نظر إلى النساء فإنه اتبع هواه، ولكن معنى قوله لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل، فيكون هذه معصية تنقص إيمانه. نعم، فهو نفي لكمال الإيمان، النظرة وما الصغائر نفي لكمال، وكذلك الكبائر اللي دون الشرك هذا نفي لكمال الإيمان، أما الشرك والكفر الأكبر فهذا نفي لأصل الإيمان. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.